رجعت الكرة عن طريق احمد سامي، سامي على الارض لابراهيم عادل اللي يطير حلو قوي في الجانب الايسر، محمد حمدي، حمدي يلعب عرضيه حلوه 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 لكنها بعدت عن صديق اوجولا الى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. في كل الازمنه يكون هناك اسطوره لمرحله. رجل سامي بيبدا من منطقه الدفاع، احمد سامي بيحاول يحضر الى تمريره اماميه عند ابراهيم، ابراهيم عادل يحط الكرة عند رمضان صبحي، معاه الكرة رمضان، نقل واحدة في أقصى الطرف الأيمن عند الشيبي، معاه الكرة الشيبي بيحاول يعدي، جبهة مغربية خالصة ما بين الشيبي وبين تايج، كرة حلوة لرمضان، رمضان عالية الكرة، هنا المحاولة حسام عبد المجيد يطلعها إلى خارج الملعب وإلى ضربة ركنية. تاريخ الكرة الإفريقية، إلى تمريرة قصيرة عند بلاتي توري، يلعب الكرة حسام عبد المجيد يطلع، وهنا عبد الله السعيد يشتت لكرة أمامية محاولة، هنا محمود مرعي يطلع براسه. عملية شيفتنج الاثنين بيعملوها مع بعض، رمضان مع ابراهيم عادل. لمسة في الجانب الايسر الى رمضان صبحي. رمضان يعدي ويمر، هنا التدخل بكرة سريعة امامية، ابراهيم عادل يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، لكن حمزة المثلوثي الى رمضان صبحي، رمضان بينية حلوة، يا لعيب يا لعيب يا لعيب، رمضان يصنع وابراهيم عادل يسجل هدف اول مرسوم رسم، هدف متعوب عليه من بيراميدز. يا ولد يا رمضان ويا ولد يا ابراهيم عادل، بينية روعة بينية روعة، ولا غلطة، لعيب يا رمضان، رمضان بذكريات الولد الشقي الى ابراهيم عادل اللي بيسجل الهدف الاول لمصلحة بيراميدز. ها هو بيراميدز يترجم فرصة من الفرص بهدف اول. شوف ابراهيم يا ولد يا ولد، عدى من وسط الاثنين، المثلوث يضيعها، لكن شوف هنا يا ولد يا ولد يا ولد، صعبة صعبة يا عواد، ولكنها أول أهداف المباراة. تقدم لمصلحة بيراميدز، إبراهيم عادل يسجل الهدف الأول بتمريرة بينية. لعيب يا رمضان لعيب يا رمضان لعيب لعيب، وهنا إبراهيم عادل من غير ما يفكر في أقرب زاوية اختار القرار وسجل الأول لمصلحة بيراميدز. ها هو بيراميدز يتقدم بالهدف الاول. سلم الكره عند ناصر ماهر اللي يلعب لعبد الله السعيد، لكن الضغط عليه واتقطعت، تمريره عند رمضان، رمضان يا ولد رمضان يا ولد، رمضان لسه مع الكره، بينيه حلوه 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 عند صديق، ولكن يطلع عواد يمسك بامتياز، ذكي الشيبي قافلها بشكل رائع والى رمي التماس. اتلعبت الكره مره ثانيه، هنا الانطلاقه وهنا المحاوله، عايز يعدي مصطفى شلبي، مع الكره شلبي، شلبي عايز يلعب عرضيه، خدمته 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 عرضيه، محدش موجود، محمد حمدي بامتياز يقطع الى تمريره وانطلاقه اماميه سريعه لبيراميدز. بص بيراميدز وسرعه التحول، بص بيراميدز وسرعه التحول، هنا محمد حمد معروف بيقول له ارجع العبها من مكانها. ناصر ماهر لكرة طويلة عند زيزو، مع الكرة زيزو على الطاير، لكنها لخارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. لعب الكرة لكنها لخارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى، لكن حلوة، جملة حلوة ملعوبة عند زيزو اللي كان ممكن يقف ويهدي ويلعب عند سيف. يلعب الكرة عند محمد شحاتة لناصر ماهر مرة تانية، الحلول الفردية الحلول الفردية، الحل الفردي الحل الفردي، التعادل التعادل، ناصر كوستا ناصر كوستا ناصر كوستا على طريقة روي كوستا، ناصر ماهر يلعب بالعرض والجزيري يخلصها للزمالك، سيف الدين الجزيري يخلصها للزمالك، واحد 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 واحد. ناصر ماهر اللي قال لك انا بحب اشوف مقاطع روي كوستا ومعجب بروي كوستا، وناصر ماهر اللي بالحل الفردي عدى من اليمين عدى من اليمين، هنا ناصر كوستا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، شوف الهروب الكبير من الجزيري، الهروب الكبير من الجزيري، الهروب الكبير من احسن تسعة في مصر، سيف الدين الجزيري، عشان تبقى النتيجة واحد 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 واحد. يتعادل الزمالك الان بعد 39 دقيقة مثالية من بيراميدز، لكن في لقطة قلبها رأسا على عقب ناصر كوستا إلى سيف الدين الجزيري، انحدر ناصر كوستا الشهير بناصر ماهر، والنهاية من سيف الجزيري. إبراهيم عادل عدى إبراهيم، عرضية حلوة عرضية حلوة، هنا صديق أوجولا، يا لعيب يا لعيب يا لعيب، شوف الخطورة من بيراميدز، شوف إبراهيم عادل لعيب يا ابني
لعيب يبني وش رجل حرير، وهنا صديق أوجولا لكنها لخارج الملعب وإلى ضربة مرمى. شوف هنا كرة، شوف هنا كرة، وشوف صديق أوجولا، ولكن هنا الكرة إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. تبقى حسام البدري بأن إبراهيم عادل والكلام ده على مسؤوليته، واسألوا فيه حسام البدري قال له هذا اللاعب سيكون أفضل لاعب في الدوري المصري. إبراهيم عادل كرة عالية وطويلة، صديق أوجولا لحسام والتسديدة، لكن سهلة عند عواد، سهلة عند محمد عواد. هنا صديق أوجولا، شوف هنا يا سلام، شوف لعبة الشيبي عند صديق أوجولا. ناصر ماهر، ناصر بيحاول، ناصر ماهر عدى، ناصر ماهر زيزو راح له على اليمين، هنا خطيرة للزمالك، هنا خطيرة للزمالك، هنا مرعي، وهنا مرة تانية شلبي يسقط على أرضية الملعب. الحكم بيقول العب، الحكم بيقول العب. بداية من المنطقة الدفاعية عن طريق مرعي، بيتقدم، عدى مرعي، كسب مساحة، هيئ الكرة في الطرف اليمين إلى صديق اللي يرجع عند الشيبي. عرضية حلوة يا ولد، حلوة يا ولد، ولكن بلاتي لعب الكرة في وسط الملعب، انطلاقة من إبراهيم عادل، يلعب الكرة عند فيستون مايلي، ولكن هنا الضغط، لسه الخطورة من رمضان، ممكن يشوط رمضان، رمضان رمضان رمضان، لكن الكرة وصلت سهلة عند حارس المرمى اللي مسكها بهدوء محمد عواد. المتحدة، وأذكركم بأن بعد هذه المباراة مباشرة من استاد محمد بن زايد أرضية نادي الجزيرة الإماراتي. هنا غلطة من دفاع الزمالك، هنا فيستون مايلي، هنا إبراهيم عادل، صديق أوجولا، هنا القرار إيمن معروف، معروف بيقول إيه؟ معروف بيقول إيه؟ يا معروف، أين الفار يا معروف؟ ولكن بيمسكها. ردت مرة تانية ضغط من بيراميدز، رمضان صبحي مع الكرة، رمضان اعصار هجومي من بيراميدز، رمضان بيحاول، عدى لعيب رمضان، لعيب رمضان، هنا الضغط عليه من مصطفى شلبي، رجعت الكرة، رقب وحذر، ضربة جزاء لمصلحة بيراميدز الآن في أرضية الملعب، ضربة جزاء، رمضان، رمضان صبحي بيتقدم، رمضان صبحي في مواجهة محمد عواد، عواد ورمضان، رمضان وعواد، مين اللي هينجح؟ هل هي ليلة رمضان صبحي أم فرصة تألق عواد؟ نشوف وننتظر. رمضان بيتقدم، الكل على أعصابه، عواد مركز على زاوية، رمضان وعواد ورمضان، يا يا يا، عملت كل حاجة صح لكن الحظ اداك ظهره يا رمضان. يا دول مشعشعين في القلب يا ولدي. ردت الكرة مرة تانية، ضغط من بيراميدز، بيراميدز خطير، بيراميدز أخطر، بيراميدز صاحب فرص أطول، هنا التسديدة لكن الكرة مرت إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى، ضربة مرمى. دفاعيا الزمالك مخترق من بيراميدز، ومخترق بشكل كبير، لعيبة بيراميدز وهجوم بيراميدز بيصولوا وبيقولوا. دقيقة 85 في واحدة من أروع المباريات في كرة القدم المصرية، تبقى هذه أول مواجهة ما بينهم في شهر أكتوبر وركنية، لكن هو حضر من نادي قنيسبور إلى نادي أحد اللي أعاره إلى نادي الزمالك. لمس على الأرض مرة تانية عند محمود بنتايك، يمرر الكرة لعبد الله السعيد، إلى كرة طويلة عند كونراد ميشالاك، بيحاول الشيبي، الشيبي والضغط من ميشالاك اللي لعب الكرة، لكن الشناوي، الشناوي، صوت الجمهور يجبرك إن أنت تصمت لكي تستمتع به. رجعت الكرة لحسام عبد المجيد، لاعب عند محمود بنتايج، إلى ميشالاك اللي بيسقط على أرضية الملعب، بيصفر له الحكم بخطأ على محمد الشيبي. اتلعبت الكرة السريعة، لمسة عند زيزو، لعب الكرة إلى ميشالاك، 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 لكنها سهلة عند أحمد الشناوي في حق الزمالك. نزلت من وسط الملعب أحمد توفيق، لكن هنا التغطية حاضرة من زياد كمال، زياد كمال إلى كرة طويلة، إلى ميشالاك، 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 فرصة خطيرة للزمالك، ميشالاك، ميشالاك، عرضية لزيزو، يا راجل، يا راجل، يا راجل، فرصة المباراة ضاعت من زيزو، لكن ميشالاك هيئة حلوة إلى زيزو اللي سدد، لكنها كانت سهلة في أحضان أحمد الشناوي. منسي بيحاول، تدخل كان قوي، حكم المباراة على لعب صديق أوجولا، أوجولا يا راجل، يا راجل، يا راجل، عدى أوجولا، مرة أوجولا يا راجل، عايز إيه يا أوجولا؟ عايز إيه أسهل من كده يا أوجولا؟ ولكنها إلى ضربة ركنية.
يا ولد يا بلاتي يا توري يا ولد. وصديق أجولة هنا الكورة شوف لحقها قبل ما تخرج، بعد كده خدمته، وهنا حمزة المفلوسي اللي حط قدمه وأخرجها. ضربة ركنية تحت عنوان كورة خطيرة لبيراميدز. شوف هنا الباص، لكن حمزة المفلوسي حط قدمه إلى ضربة ركنية. اتلعبت الركنية العالية، عواد يطلع بالبوكس. ايده ورجل طويلة من أحمد الشناوي لكرة عالية قبل فيستون مايلي محمود بن تايك. 6 دقائق برضو كما هو الحال للوقت المحتسب بدل من الضائع من شوط اللقاء الأول. بيراميدز مع الكرة في وسط ملعب الزمالك، ينقلها عند بلاتي توري، راوغ شيكابالا في السكة، يلعب عند أوباما اللي يلعب بينية حلوة عند مصطفى فتحي. خطيرة لبيراميدز، خطيرة لبيراميدز، خطيرة يا ولد يا مصطفى، يا ولد يا ولد يا ولد، ولكنها إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية لمصلحة نادي بيراميدز. تسقط جوه منطقة الجزاء مع ترقب من عواد، وعلى فكرة ممكن يباغت عواد كده ويحطها له في زاوية من الزوايا، لأن الزاوية اليسرى كلها مكشوفة على طريقة فابيو أوريليو عندما سجل في مرمى تشيلسي في دور الأبطال. هنا مصطفى فتحي لف كرة عالية، فيها خطورة، فيها خطورة، فيها خطورة، فيها هدف قاتل، فيها هدف قاتل، فيها هدف قاتل. يوسف أوباما، يوسف أوباما، قلت لك بيراميدز سرق المباراة من الزمالك، بيراميدز سرق المباراة من الزمالك. 2-1 في اللحظة الأخيرة، ها هو بيراميدز يسجل، ها هو بيراميدز يسجل الهدف الثاني ليفرح بيراميدز. 2-1، 2-1. قلت لك كتاب الكورة بيقول ان يوسف اوباما من المرشحين ان هم يجيبوا اهداف. نجح، نجح يوسف اوباما في خطف هدف الفوز. قلت لك اول ما نزل يوسف اوباما كتاب الكورة يا جماعة محفوظ بالملي، وهدف تاني الآن. 2-1 يا ولد يا أوباما، يا ولد يا أوباما. وناصر منسي يسكنها في شباك الزمالك بعد ما دخلت، لكن الفار بيقول تسلل، الفار بيقول تسلل، الفار بيقول تسلل. مجنونة يا كورة، مجنونة يا كورة، مجنونة يا كورة. كل سيناريوهات الجنون في هذه المباراة. لو المخرج يجيب لي اللقطة على المدرج وعلى الجماهير اقسم بالله انا صعيطت ووقعت. لكن احييت، احييت فرصة الزمالك من جديد، احييت فرصة الزمالك من جديد. يا جماعة ياللي في المقصورة، يا جماعة اعقلوا، لكن ما علينا، ما علينا. من لحظة تبدل الحال للعكس، ومعها صفارة محمود ناجي معلن نهاية المباراة.